أهلا بكم. اتسم النظام السياسي الذي صممه الغزو الأمريكي عام 2003 في العراق بالعشوائية والفوضوية العارمة في كل شيء، وقد انعكست هذه العشوائية على كل تفاصيل الواقع العراقي. معهد انتربرايز الأمريكي ذكر في آخر تقرير له عن العراق صدر في العام 2018 أن العراق في طريقه إلى مزيد من الفوضى العارمة كالتي حاصل الآن في الصومال. عشوائية النظام السياسي في العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا كانت العشوائية والفوضوية هي السمة الغالبة على النظام السياسي في العراق بعد العام 2003؟ وهل كانت هذه الفوضوية والعشوائية مقتصرة على الجانب السياسي فقط، أم إنها تجلت في مظاهر أخرى للدولة والمجتمع؟ وهل عشوائية النظام السياسي في العراق عشوائية مقصودة ومتعمدة، أم إنها نتيجة عرضية للوضع العام الشاذ في العراق؟ وما هي التداعيات التي ترتبت على هذه العشوائية التي تضرب أطنابها في كل مناحي الحياة في العراق الجديد؟ وما هو المخرج من هذه العشوائية الشاملة المستمرة منذ 16 عاما؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، إياد الدليمي. إلى أين يمضي العراق بعد 16 عاما مر على بدء الغزو الأمريكي وابتداء مرحلة حكم جديد؟ أقل ما يقال فيه أنه فشل في تقديم أي نموذج ديمقراطي، فضلا عن مساهمته بشكل رئيس في جعل الفساد قاعدة أساسية اعتمدت عليها الحكومات المتعاقبة. مشهد عراقي على كافة الصعد يمكن تسميته بالفوضى الممنهجة والمقصودة، هندستها واشنطن وساهمت في تنفيذها إيران بالاعتماد على الأدوات السياسية المحلية، حيث ساهم الاحتلالان في إدارة الحراك السياسي من خلال دعم الحركات والأحزاب دون النظر إلى برامجها أو طبيعة نشأتها، الأمر الذي أدى إلى نشوء صراع بين هذه الكتل تبعا للمصالح المادية والسلطوية. ومع تفكك الجيش العراقي والأجهزة الأمنية أصبح الجو الأمني مناسبا لظهور المجاميع المسلحة، عشرات الميليشيات أصبح لها اليد الضاربة في عمق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى الصعيد الأمني مكنت الفوضى الميليشيات من استلام الملف الأمني، فانتشرت ظاهرة الأحكام العرفية والاعتقالات العشوائية ضد المدنيين، وكلها تنبع بالدرجة الأولى من دوافع طائفية، علاوة على دوافع التسلط والاستئثار بالسلطة وكم أفواه الساخطين من نهب ثروات البلاد ورهنها للدول الخارجية. وعلى الصعيد الاجتماعي أصبحت الجريمة المنظمة جزءا لا يتجزأ من يوميات المشهد العراقي. تزايدت حالات السطو والسرقة وانتشار عصابات الاتجار بالبشر والمخدرات المدمرة للقيم المجتمعية. أما الاقتصاد ففي كل عام تعلن الحكومة عن أرقام انفجارية من الموازنات، ومع ذلك تضيع تلك الأموال بين النهب والاختلاس والصفقات المشبوهة، بينما معدلات الفقر والبطالة والجهل والأمية وصلت حدا يفوق الوصف. كل ذلك نقطة في بحر الفوضى والخراب الذي عم عراق ما بعد الغزو، ولا ثمة ما يؤذن بزوال ذلك الكابوس في ظل التعب الدولي عن الكارثة وموت الضمير السياسي الحاكم. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في العشوائية التي اتسم بها النظام السياسي الذي صمم بعد العام 2003 على يد الغزو الأمريكي. ضيوف الطاولة: دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. سيكون معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الكاتب الصحفي إياد الدليمي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، ثمة إجماع على أن النظام الذي أسس أو أسسه الأمريكيون في العراق بعد عام 2003 اتسم بالعشوائية الكبيرة والفوضى العارمة. كيف ولماذا صاحبت هذه العشوائية هذا النظام على الرغم من أن من صممه القوة الأعظم في العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، دعني أولا أقول ربما يعني بهذا الشكل: هناك فوضى وهناك عشوائية، ربما مفهومين متقاربة لكنها مختلفة. الفوضى لها أهداف وتؤدي إلى هدف. نعم، هي بالضبط فقدان نظام وفقدان ترابط بين المجاميع، لكن لها هدف. في العراق عندما تحدثت كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة في العالم والفوضى في العراق، لها أهداف معينة وصول إلى أهداف.
العشوائية جزء ربما مرحلة من مراحل الفوضى، يعني دعني أقول ربما الفوضى ليست عشوائية لكن العشوائية هي فوضى عارمة، ربما بهذا الشكل بالفلسفة بهذا الشكل. يعني العشوائية لا تؤدي، يعني جزء من حالة، خلق حالة أو صناعة حالة يضيع فيها كل شيء، تضيع فيها حتى الرؤية. بالفوضى أنت تستطيع أن ترى وتكتشف الأهداف وين ذاهبين. يعني عندما صممت هذه الفوضى في العراق كانت بالبداية هي الفوضى وبعد ذلك جاءت العشوائية. لذلك شاهدنا عشوائية في السياسة، قرارات غير طبيعية وغير مفهومة، عشوائية في الاقتصاد، عشوائية في الأمن، حتى في طريقة الاعتقالات في العراق كانت هناك عشوائية في الاعتقالات وما زالت قائمة. يعتقلون الناس لكي تضيع كل الحقائق على الناس، وكأنه هذه مرحلة لم تأتي اعتباطا، مو كأنها، هي بالتأكيد لم تأتي اعتباطا. هذه جزء من نظام، يعني نظام في العراق من عام 2003 لحد الآن مصمم على هذه العشوائية، مصمم للوصول إلى هذه المرحلة العشوائية في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع. مجتمع عشوائي، خربوا بكل القيم. عندما تكون العشوائية هي السائدة تخرب بكل القيم، تظهر قوى جديدة تتسلط على المجتمع. يعني الآن لو نظرنا إلى العراق كنموذج، أنت ستجد في المجتمع العراقي اللي كان في ثوابت معينة ومجتمع يتحرك بخطوات موزونة ربما متناسقة، الكل تحت سطوة القانون ومرجعية الدولة الآن عندما تحدث عن المجتمع العراقي ستجد أن هناك بون شاسع بين أفراد المجتمع، ستجد مجامع معينة لها يعني قياسات خاصة وطبيعة خاصة لا يمكن فهمها. كمثال العشائر، مع احترامنا للعشائر والقبائل، مع احترامي أنا لا أتكلم بالوظيفة التي تقوم فيها في المجتمع، وظيفة غريبة عجيبة. العشائر الآن تمتلك سلاح، جيوش، تمتلك دبابات، تمتلك حتى مقاومة الطائرات. في معارك بين العشائر ظهرت أسلحة غريبة عجيبة. شاهدنا يعني مظايف أو دواوين لرؤساء عشائر، أشياء غريبة عجيبة لا يمتلكها رؤساء دول. هذه الوظيفة جزء من هذه العشوائية، لكي يضيع في المجتمع، تضيع الثوابت، تضيع القيم، تضيع الرؤية وتتحدد الأهداف، تضيع القدرة على أن ينتج المجتمع شيئا جديدا يضاف للناس، يقدم المجتمع، يدفع بالمجتمع إلى الأمام. كل القيم الدينية، الأخلاقية، التربوية مسحت بالعشوائية هذه، مسحت بأفكار غريبة عجيبة لم يكن. فإذن الفوضى كانت بداية والعشوائية جاءت فيما بعد كجزء من تبني النظام لها، وهذه مصممة، يعني مصممة أيضا من المحتل لكي تضيع كل الملامح في هذا البلد وفي المجتمع بالذات، ويصبح مجتمعا عشوائيا بهذه الطريقة لا هدف له سوى البحث عن لقمة العيش ساعة بساعة. وصلت الحالة إلى الناس يتحدثون، يعني عندما تحدث عن المستقبل يقول لك يعني أعيش اليوم وباكر الله كريم، هكذا باللهجة العامية العراقية. لا أحد يفكر بالغد، الغد مظلم، جزء من هذه العشوائية. نتحدث كيف انعكست عشوائية النظام السياسي على الدولة وعلى المجتمع حتى وصلنا إلى النقطة اللي تحدثت عن جزء من هذا المشهد الموجود الآن في العراق. دكتور عبد الحميد العاني، يعني هذه العشوائية وين ذكر دكتور رافع أنها مقصودة ومتعمدة، لكنها بالنهاية أيضا جرت السخط والغضب على هذا النظام بسبب هذه العشوائية والفوضى، وهذا السخط الشعبي يتمثل في تظاهرات والوضع أيضا مرشح للانفجار الشعبي في أي لحظة، حتى تظاهرات يعني تخفت لكنها لم تنتهي. يعني هذا النظام لماذا لم يعمل على يعني مغادرة هذه العشوائية وتنظيم نفسه على الرغم من كل الدعم الذي يعني حظي به من اللحظة الأولى التأسيس؟ الأمريكيون يدعمونه، العالم يدعمه، الإقليم دعمه، حتى أنه غرق في هذه العشوائية وأغرق البلد أيضا معه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي في البداية أنه نقول أن هذا الوصف لهذا الواقع العراقي اليوم بالعشوائية والفوضوية لا يقتصر علينا ولا يقتصر على القوى الوطنية العراقية، وإنما الجميع يتحدث بهذا، هذا واقع اليوم يجمع عليه بما فيهم
المشاركون في العملية السياسية، لكن لابد أن نفرق بين وصفهم أو كلامهم في هذا وبين وصف القوى السياسية. هم يتحدثون عن هذه العشوائية من باب أولا التهرب، إلقاء المسؤولية على الآخر، إلقاء التهم على الآخرين، والتهرب من مسؤولية الواقع المأساوي الذي أوصلوا البلاد إليه بسبب سياساتهم وبسبب فسادهم وغير ذلك. أما القوى الوطنية التي تصف هذا الواقع بالعشوائية والفوضوية ونحوها، إنما هي من باب التشخيص لإيجاد العلاج. نأتي إلى النقطة الثانية التي هي أيضا مرتبطة بهذا الأمر. نحن دائما نتحدث في هذا الواقع العراقي عن مشروع احتلالي وعن أدوات لهذا المشروع الاحتلالي، ألا وهم هذه العملية السياسية والأشخاص الموجودين فيها. المشروع الاحتلالي هو أراد الفوضى وأراد أن يدمر البلاد ويوصلها إلى ما وصلت إليه، وربما يأمل بالمزيد، نسأل الله تعالى أن يحمي البلد من آمالهم. وهؤلاء الذين جاءوا هم لا يستطيعون أن يعيشوا في نظام أو في سلطة مستقرة ونظام يمشي على القانون، لأن هذه العشوائية التي هي موجودة اليوم هي أصبحت بمثابة البيئة الخصبة أو الأرض الخصبة لهؤلاء ليرتعوا بفسادهم وليبقوا على هذا. أما قضية السخط الشعبي فأيضا ربما تحدثنا في حلقات سابقة أن أبعد شيء يفكر فيه هؤلاء الساسة هي رضا الشعب أو الاهتمام لما يرغبون به أو لآمالهم وطموحاتهم وغير ذلك. يعني القضية غير، لا سمحت دكتور، القضية ليست أنه تفكير هؤلاء بسخط الشعب أو برضاه، لكنه هذا السخط الشعبي عبارة عن كرة نار تكبر سنة بعد سنة وهي مرشحة لأن تجرف الكل، وهذا ما يتحدث به الجميع، ولكن تجاهلهم هذا له أسباب، وهو أنهم دائما يستندون إلى الدعم الخارجي وإلى القوة المفرطة التي يستخدمونها بناء على الضوء الأخضر من المجتمع الدولي عموما، ولا سيما من الإدارة، الاحتلال الأمريكي، الاحتلال الإيراني الذي أعطاهم الضوء الأخضر في كل ممارساتهم الإجرامية السابقة وانتهاكاتهم ضد مدن بأكملها دمرت ولم يتحدث العالم، بل بوركت تلك الحروب المدمرة تحت لافتة ما يسمى بالحرب على الإرهاب. نعم أستاذ إياد ديليمي في الدوحة، أولا مساء الخير. مساء النور، حياك الله أستاذ ماجد. تحية. نتحدث عن عشوائية النظام السياسي في العراق. تحدث دكتور رافع أن هذه العشوائية انعكست، يعني انتقلت إلى المجتمع. كيف انتقلت هذه العدوى، عدوى العشوائية، من النظام السياسي إلى الدولة وإلى المجتمع وحتى إلى الأشياء غير المنظورة من قيم وأعراف وتقاليد؟ هل تعتقد أنها انتقلت وهي بشكل طبيعي، أم أنها نقلت بشكل متعمد عن سابق قصد وتصور مسبق؟ بداية تحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. يعني أعتقد أن يعني عندما يكون لديك نظام سياسي عشوائي وعملية سياسية عشوائية وعرجاء، فبالتأكيد أن ذلك سينتقل إلى المجتمع بطريقة أو بأخرى. لابد أن نستعيد بعض الذكريات. ما قبل 2003 والتحضيرات لغزو العراق واحتلاله، ربما كان الهدف المعلن كما نعلم في حينها البحث عن سحب الدمار الشامل، إقامة نظام ديمقراطي في العراق، وفيما بعد اكتشفنا زيف كل هذه الادعاءات والأكاذيب. المجتمع العراقي كمجتمع كان يجب أيضا أن تعمه العشوائية والفوضى. النظام السياسي في العراق ما قبل 2003 لم يكن هو الهدف وحده من هذا الغزو وهذا الاحتلال، بالتالي كان لابد أن يكون هناك نظام سياسي عشوائي فوضوي حتى تنتقل هذه الفوضوية والعشوائية إلى المجتمع. عملية تفكيك المجتمع كانت واحدة من أهم الأسباب التي ساهمت ببقاء مثل هذا النظام السياسي راسخا أو جاثما على صدور العراقيين حتى اليوم. كلما كان المجتمع مفككا، كلما كان المجتمع عشوائيا، كلما كان المجتمع يعاني من الفوضى في كافة مفاصل حياته، بالتأكيد أن ذلك سيسهم بطريقة أو بأخرى ببقاء هذه الأنظمة الموجودة أو هذه الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم. بالتالي من مصلحة هذه القوى الحاكمة اليوم أن يبقى المجتمع في هذه العشوائية والفوضوية. النظام السياسي الذي، لكن إذا سمحت لي، النظام أيضا اليوم أيضا بات يدفع
ثمن باهظ لهذه العشوائية التي صنعها، ساهم بصنعها، حرص على استمرارها. أيضا هناك عملية استنزاف لهذا النظام من قوى مجتمعية، هذه التظاهرات المستمرة التي لم تتوقف حتى أنها انتقلت إلى ما كان يعتقد أنها حواضن الاجتماعية. تمام، نعم بالتأكيد هذا الكلام دقيق، لكن هذا النظام السياسي الجاثم اليوم على صدور العراقيين هو يعتقد أن المجتمع لم إلى الآن لا يشكل تهديدا وخطرا عليه. لذلك نلاحظ بين دورة انتخابية وأخرى تظهر شعارات براقة، تظهر أحزاب بشعارات كلها وطنية وخدمية ومحاولة الكلام عن سيادة العراق والكلام عن ثروات العراق والكلام، لأنها تدرك جيدا أن هناك رفض شعبي متنامي لهذه الطبقة السياسية. بالتالي نعم هي تدفع إلى حد ما ثمن هذه الفوضى والعشوائية التي خلقتها وخلقها من قبلهم الاحتلال الأمريكي وساعده في ذلك التغلغل الإيراني، ولكن هي تشعر أنها إلى الآن غير مهددة تهديد حقيقي. ما زالت هناك بعض الضوامن لبقاء مثل هذه العملية السياسية على الرغم من هذا الرفض المتنامي لدى المجتمع العراقي بكافة أطيافه وتنظيماته ومنظماته المدنية. أعتقد أن النظام السياسي في العراق وإن أدرك يعني أن هناك ضرورة لبعض التغييرات، هو يحاول أن يقدم نفسه ما بين فترة وأخرى على أنه يعني يكون أقرب إلى المجتمع، يحاول أن يقدم مشاريع خدمية، يحاول أن يضبط إيقاع المجتمع، إيقاع الدولة، ولكنه طبعا لأنه نظام أسس على فوضوية وعشوائية وكل هذه التراكمات التي مضى عليها اليوم عقد ونصف بعد احتلال العراق، بالتالي هو يفشل. ثم هناك بعض الضمانات الدولية التي لا زالت تعطى لهذا النظام، هناك شعور دولي أن هذه الفوضى أفضل من فوضى أخرى قد تأتي بفعل زوال هذا النظام السياسي والعملية السياسية القائمة في العراق. بالتالي هذا الضمان الدولي يعطي لهذه القوى المتحكمة في البلاد والعباد في العراق استمرارية حتى وإن كانت هذه الضمانة تعطى، حتى وإن كانت على حساب الدولة واستنزاف المجتمع وإنهاك إلى حد الموات إذا صح التوصيف. هو هذه الضمانات كما قلت لك، هناك دول تعتقد أن الفوضى أفضل من القادم في حال تم يعني إنهاء هذه العملية السياسية. لذلك هذه القوى، إذا تكلم عن قوى إقليمية ممثلة بإيران، إذا تكلم عن قوى دولية مثل حتى الولايات المتحدة اليوم، الولايات المتحدة اليوم لا تريد نسف هذه العملية السياسية لأن تعتقد أن القادم سيكون أسوأ. بالتالي مثل هذه الضمانات التي تعطى للحكومة العراقية أو الحكومات العراقية المتعاقبة تجعلها تتمادى في فوضويتها وعشوائيتها، بالتالي هذا كله سينعكس مستقبلا عاجلا أم آجلا. يعني المجتمع العراقي بدأ يتفاعل بشكل كبير جدا مع رفض هذه الأنظمة الموجودة الحاكمة في بغداد اليوم، ولكن هذا المجتمع إلى الآن هناك كوابح كثيرة جدا تمنعه من القيام بثورة شعبية. لا ننسى القمع، لا ننسى عمليات القتل والتعذيب والتهجير، يعني على سبيل المثال الرواية العراقي علاء المشذوف في كربلاء بوست بسيط على الفيسبوك أدى دفع حياته ثمنا لذلك. هذا كانت رسالة واضحة لكل من يريد أن يعارض ويقول رأيه بصريح العبارة. اليوم هناك عملية ترهيب واسعة للمجتمع بأفراده بمنظماته، بالتالي أعتقد أن النظام ما زال مصر على هذه الفوضوية والعشوائية لأنها سبب وجود هذا النظام هي هذه الفوضوية والعشوائية. عندما تتكلم عن مجتمع في لحظة معينة يصل إلى مرحلة الثورة الشعبية، وأعتقد أن العراق مؤهل جدا لثورة شعبية، ولكن هذه الكوابح الكثيرة والكبيرة جدا إلى الآن تعمل وتعمل بقوة. أعتقد أن النظام الحالي سيدفع هذا الثمن ولكن ليس الآن. نعم. يعني فكرة الثورة، ربما الثورة هي عبارة عن بناء يكبر يوم ورا يوم، طابوق فوق طابوقة، يتعالى هذا البناء، بناء نعم الثورة يتعالى في العراق، يتصاعد ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت. نعم والله أشكرك. دكتور رافع، يعني هل تعتقد أنه هذه العشوائية فعلا يراد لها الاستمرار التجذر في المجتمع العراقي، وأن القضية
ليست عصيا على هذا النظام أن يتخلص من هذه العشوائية، ليست صعبة على من يدعم هذا النظام، أمريكا، إيران، قوى إقليمية، أن تساعد على أن يتخلص من هذه العشوائية. لكن الآن يعني العراق، الدولة والمجتمع وحتى شركاء العملية السياسية، الكل يدفع ثمن لهذه العشوائية وإن كان بنسب متفاوتة. حتى شركاء العملية السياسية الآن هم في واد آخر، لم يعد هناك من ثقة من قبل المجتمع، لم يعد الخطاب السياسي لقوى العملية السياسية لا يؤخذ على محمل الصدق نهائيا، وهذا جزء من ثمن. نعم. عندما يأتي، دعني أقول هكذا، عندما يأتي نظام لإطار العام إليه والإطار التفصيلي لما النظام الحاكم له، لا يتضمن بعدا تنمويا، بعد في البناء، بعد بالتطوير والازدهار. هذا ما حصل في العراق. عام 2003 أمريكا جاءت ودمرت العراق، وجاءت بهؤلاء الذين يحكمون العراق. الغاية منه أن يدمروا العراق، أن تستمر هذه عملية تدمير العراق، أن تستمر. فالنظام الموجود ما أشيع بالفوضى، هذه الفوضى وجاءت العشوائية فيما بعدها صارت قاعدة للنظام. العشوائية قاعدة للنظام. كيف؟ عندما يعني دعني أتحدث بأمثلة لكي تكون الصورة واضحة. عندما يتشكل جيش قوي وقوى ممكن أمنية، ممكن نؤجل الأمثلة إلى ما بعد الفاصل حتى يعني ما نقطع حديثك. إذا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار عن عشوائية النظام السياسي في العراق بعد عام 2003. ابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في عشوائية النظام السياسي في العراق. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، ومعنا من العاصمة القطرية الدوحة الكاتب الصحفي إياد الدليمي. نعم دكتور، استكمال لما بدأت. نعم أستاذ ماجد، عندما يعني نضع المسؤوليات، أي مجتمع، أي نظام يأتي، أي حكومة تأتي، تضع المسؤوليات، تحدد المسؤوليات، تحدد الجوانب التي تعمل عليها، وتحدد المسؤولين عن كل جانب، والمسؤولين يجب أن يكونوا اختصاص في هذا الجانب. يعني نحن نريد أن نبني جسراً، نجيب مجموعة من المهندسين والعمال والبنائين اللي لهم علاقة بهذه القضية. ما أروح أجيب أساتذة بالتاريخ وأساتذة بالتربية والشريعة وأقول لهم تعالوا بنوا لي هذا الجسر. القضية يعني أعطي مثال بهذا الشكل، هو ربما قد يكون غير منطقي، لكن هذا ما حصل في العراق. المهم المسؤولية غير طبيعية، عشوائية. يؤسسون جيشاً وقوى أمنية، مسؤوليتها حماية الداخل وحماية الحدود. عندما تكون هذه القوى من البداية مصممة ضعيفة، هناك غاية وراءها. يعني وراء هذا البناء الضعيف هناك غاية، الغاية لم نفهمها في البداية، لم نعرف وين. يعني الكثير من المجتمع ما كانوا يعرفون وين الغاية، ما هو الهدف من تشكيل هذا الجيش بهذه الطريقة الهشة، الوضعية الهشة. كان المطلوب من عنده أن تأتي قوى أخرى يقولون هذه القوى التي تسد وهي ميليشيات وعصابات وتحت مظلة الدولة. هذا جزء من العشوائية. عندما يأتي الطبيب، القيم العشائرية اللي تحدثت عنها، أنا أتحدث عن قيم عشائرية. عندما يأتي طبيب مثلا يعمل عملية لمريض، لا عندنا في العراق هذه الحالة موجودة، عندما يريدون أن يعطوا لقوى مجتمعية، قوى عشائرية، يعطوها صلاحيات وظيفة ليست وظيفتها، هي وظيفة الدولة، لكن يعطوها لكي تزيد هذه 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 العشوائية، تبدأ هذه العشائر أو هذه المجاميع تحاسب الطبيب. نعم. إذا ما مات المريض ستكون مصيبة.
إذن هناك ثقافة فهم عشوائي يراد لها أن تكون عرف سائد. هذا العرف السائد، أن تحاسب الطبيب ويقتل الطبيب ويهرب إلى خارج العراق لأنه المريض مات وهو ليس ذنبه، لكن صارت جزء من عرف سائد. يحاسب المعلم والمدرس إذا لم يعطي درجة نعم. مناسبة للتلميذ عندما تضع مناهج سيئة نعم. وضع اقتصادي صعب جدا وأطر للتربوية وأطر للضبط غير منضبطة، التسرب يبدأ كثيرا، فأنت تدفع للمجتمع ناس مجاميع من الأمية وناس من العشوائيين. الآن لدينا أكثر من 1,000,000 طفل الآن في الشارع، ذول أطفال الشوارع. هذا العراق جزء من العشوائية، هذه جزء من هذا التفكير. عندما تزداد حالات الطلاق هذه جزء من العشوائية. عندما أضع البلد هناك ثراء رهيب وهناك فقر مدقع، هناك اختيارات خاطئة، وضع اقتصادي خاطئ، حالات الطلاق في مجتمع القيم بي انحلت، المخدرات زادت، المعرف منه، كل هذه القيم انهارت، فبالتالي حالات الطلاق أيضا صارت جزء من أمثلة هذه العشوائية، من صور هذه العشوائية. وأنت تتحدث الآن عن نسب هائلة جدا في الطلاق في المجتمع الذي لم يكن يعرفها. إذن هذه جزء من محاولات تفتيت قيم المجتمع بهذه العشوائية الطبيعية بالنسبة لهم. فهذا تأسيس القاعدة جزء من عندها انخفاض نسبة النجاح. الآن يتحدثون أنه العراق بلد الرسوب الأول في العالم، لماذا؟ جزء من عندها مناهج، جزء تربوية، جزء أيضا مهم جدا جدا أنه الدولة لا قيمة للشهادة عندها، فالشهادة صارت يعني لا قيمة لها. فبالتالي عندما يلاحظ هذا التلميذ اللي بالكلية أو بالثانوية أو حتى بالمتوسط وربما حتى بالابتدائية، يلاحظ ناس لا يمتلكون شهادات لكن يمتلكون ثروات، يمتلكون مواقع بالدولة، هو لماذا يدرس؟ حتى أبوه اللي غير 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 مثقف وداخل في هذا المجتمع يعتبره جزء من حالة الثراء، ربما من حالة التقدم، وما يعمل شيء يعتبرها، أيضا يشجع بهذا الاتجاه، فيدفع به باتجاه تركها والذهاب إلى وصولا إلى تشويه صورة القدوة أو النموذج. نعم, نعم. هذا جزء من العشوائية. فبالتالي أنت تصنع قاعدة لثبات هذا النظام. هذا النظام لا يثبت إلا بإلهاء المجتمع. الشباب يذهب إلى المخدرات ويذهب إلى البطالة والضياع والخروج، الدفعة إلى أن يخرج إلى الخارج ويركب مراكب ويغرق بالبحار، يترك بلده، هذه جزء منها. لأن عندما ما يلقى وظيفة، عندما التنافس غير شكل، اختيارات، هاي العشوائية في الاختيارات، عشوائية حتى في توزيع الدخل. لكي يكثر الفساد هناك عشوائية في توزيع الدخل، هناك ثراء رهيب وهناك فقر مدقع، هناك 10 ملايين يأكلون من المزابل في الوقت اللي فيه عشرات الآلاف فقط هم يعني أثرى الأثرياء وأحزاب وقوى تسلطت على فهذا البون الشاسع. هذا جزء من هذه الأمثلة العشوائية التي يراد لها أن تستقل. لذلك النظام مستفاد من هذه القضية ويلهي الناس. لذلك إحنا من تأتي هذه التظاهرات نتحدث، وكان قبل ربما حلقة أو حلقتين نتحدث إذا سمحت سنتحدث ربما عن المخرج من هذه العشوائية، وربما تكون نعم. قضية التظاهرات أو الحراك الشعبي. أستاذ إياد ديليمي في الدوحة، برأيك أخطر تجليات هذه العشوائية التي برزت في يعني في تفاصيل الواقع العراقي سواء الدولة أو المجتمع، بعيدا عن القضية العشوائية السياسية التي اتسم بها النظام السياسي، أخطرها؟ يعني أعتقد أن أخطر يعني أنواع العشوائية التي يعيشها المجتمع العراقي اليوم هي العشوائية المجتمعية بشكل عام، التي يمكن أن نضرب مثلا في القطاع الصحي، القطاع التعليمي، القطاع الاقتصادي، في كل مناحي الحياة العشوائية ضربت أطنابها في العراق. يا سيد الكريم، أنت عندما تتكلم عن اقتصاد بلد مثل العراق، بلد في خيرات العراق، في ثروات العراق الكبيرة، وإلى الآن هذا البلد يعاني الأمرين. نسبة خط الفقر في العراق تجاوز اليوم 30%، هذه النسبة المعلنة، ربما النسبة المعلنة أكبر من ذلك. عندما تتكلم عن القطاع الصحي مثلا في العراق،
تجد أن هناك مآسي كثيرة وكبيرة جدا. عندما تتكلم عن فوضى انتشار السلاح في العراق، هذه عشوائية مجتمعية كبيرة جدا. اليوم كما صرح قبل أيام أحد ضباط الجيش العراقي عندما قال أن الأسلحة لدى العشائر في محافظة البصرة أسلحة بما يعادل فرقتين عسكريتين، هذه عشوائية كارثية جدا. اليوم الشعب العراقي أفرادا ومجتمعات ومجتمعات عشائرية وقبلية ومجتمعات مدنية تدفع ثمن هذه العشوائية. بالتالي المجتمع اليوم يعاني من نزيف مستمر ونزيف متواصل من عشوائية النظام السياسي والعشوائية التي خلفها هذا النظام. أعتقد أن العراق اليوم يمر بمرحلة مفصلية جدا. هذه العشوائية إذا ما استمرت يعني ربما سنصل لمرحلة يعني من الصعب جدا إعادة بناء ما تم تدميره طوال هذه السنوات. اليوم هناك مجتمعات باتت يعني لا تثق بالدولة، لا تثق بقوانين الدولة، تلجأ لقوانينها الخاصة. عندما نتكلم عن الفصل العشائري مثلا، هذا الفصل العشائري صار يضرب كل قوانين الدولة عرض الحائط ويتم اللجوء إليه لأن الدولة غير قادرة على إنصاف المظلوم. عندما يتم عملية اغتيال ويلقى القبض على المتهمين بالاغتيال ومن ثم يفرج عنهم لأنهم يتبعون للشخص سين أو الحزب صاد، وأين الحق؟ بالتالي صار المجتمع أو الأفراد يلجؤون إلى عشائرهم، إلى قبائلهم، إلى مناطقهم. هذه عشوائية كارثية أفقدت الدولة كل هيبة يمكن أن يعني تتحكم بها. اليوم هناك حالة من عدم الثقة بكل أجهزة الدولة، سواء الأجهزة القضائية أو الأجهزة التربوية أو القطاع الصحي. إذا كانت عملية بسيطة يمكن أن يجريها طبيب حديث التخرج، لم يعد هناك ثقة لدى المواطن العراقي أن يجري مثل هذه العملية في المستشفى الحكومي أو حتى المستشفى الخاص بسبب الكارثة التي حلت بهذا القطاع، ويضطر للذهاب إما إلى أربيل أو إلى خارج العراق لإجراء مثل هذه العمليات. إلى أين وصلنا نحن اليوم؟ المجتمع اليوم يدفع ثمن هذه العشوائية التي حولت كل مناحي الحياة إلى عبارة عن يعني حياة بمحض الصدفة. لم تعد هناك أي تخطيط. عندما تسمع أن هناك مشروع معين في منطقة معينة تم تخصيص مبلغ وقدره لهذا المشروع، ثم بعد عام أو عامين أو ثلاثة تجد أن هذا المشروع لم ينفذ منه شيء. الفساد المضارب بأطنابه في كل مفاصل الدولة العراقية. هذه العشوائية اليوم هددت كيان المجتمع. هناك أيضا مسألة الطائفية التي يتم اللجوء إليها من وقت إلى آخر كلما احتاجت هذه الأنظمة والأحزاب الحاكمة إليها. هذه الطائفية أكلت من جرف المجتمع الكثير جدا. المجتمع العراقي كان مجتمعا معروفا عنه التماسك، التآلف، التآخي، التعايش، ولكن هذا المجتمع في لحظة معينة تم تفجيره، تم تمزيق نسيجه المجتمعي. ربما اليوم هناك حالة من ما يمكن أن يقال أنه استقرار أو هدوء نسبي. تحاول هذه العوائل العراقية بقبائلها بعشائرها ترميم ما تم تدميره، لكن هذا لا يكفي. هذا لا يمكن أن يصنع لك مجتمع متماسك بدون مرجعية الدولة، نظاما سياسيا متماسكا ومتعايشا وقادرا على أن يضع الخطط البديلة لهذه الفوضى التي أحدثها منذ 2003 حتى اليوم. أشكرك. مرجعية الدولة طبعا الحقيقية وليست الآن موجودة. أشكرك أستاذ إياد الدليمي الكاتب الصحفي من الدوحة، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الحميد العانم، إذا كانت هذه العشوائية كان يمكن الصبر عليها في المرحلة السابقة، يمكن أن تتحمل، يمكن تحملها في المرحلة السابقة، الآن ربما مغامرة ومجازفة عملية الاستمرار بهذه الطريقة من العشوائية والفوضوية. يعني هذه قد تكون السونامي سيأتي على الدولة والمجتمع وليس مقتصر يعني على قضية العملية السياسية. مغامرة ومجازفة الاستمرار بهذا المسار العشوائي. يعني قوى العملية السياسية لا تريد الانتباه، على الأقل حفاظا على أنفسها، على نفسها. نعم، لدينا شقين هنا في العراق. الجانب المتضرر من هذه العشوائية وهو الشعب، أما الجانب الآخر وهو المتسبب بهذه العشوائية وهي أدوات العملية السياسية، أدوات المشروع الأمريكي. قد يتضرر لاحقا، لا تفكر بهذا الأمر. نعم. وهذا أمر حتمي أنها ستتضرر لاحقا
لأن هذا التسونامي، هذه كرة النار التي تكبر يوما بعد يوم، ستأتي بالتأكيد على مثل هؤلاء. لكن كما قلت قبل قليل، هؤلاء لا يبالوا ولا هنالك تجاهل لكل هذه الأمور العقلانية. هم لا يعتمدون على أي شيء منطقي وعقلاني، منهجهم منهج عشوائي، ولذلك لا يجتمع العقلانية وهذه العشوائية. عن قناعة أم أن هناك من يملي عليه؟ لأنه هنالك كما قلت قبل قليل هنالك حماية، هم لا يستندون إلى حماية طبيعية شعبية أو حماية قانونية كما يقال، هم يستندون بالدرجة الأساس على الحماية الخارجية التي هي قانون القوة. ولذا أحد يعني مظاهر هذه العشوائية هي هذه، أنه القوي يأكل الضعيف. هم يسيرون على هذا المنهج، هم بهذه الطريق بهذا المنهج مستندهم الوحيد حماية الأجنبي الخارجي المحتل. وهنا نتذكر اتفاقية الإذعان. اتفاقية الإذعان التي هي مستمرة إلى اليوم تحمي العملية السياسية من كل اتفاقية جديدة أيضا مع إيران ربما أيضا، وهذه أحد الأمور وصفها بالإذعان، أحد هذه المظاهر مظاهر العشوائية، أنها تجد المحتل الإيراني الذي منذ سنين يعبث بأبن البلد وقد سبب بالمآسي للعراق، يأتي اليوم ويفرض شروطا ويتفق ويعقد اتفاقية وتضيع أو المزيد من ضياع حقوق الشعب العراقي. هذه هي كلها نتيجتها نتيجة مأساوية لا يمكن السكوت عليها. لكن من الذي يتحدث هنا؟ من الذي بيده قدرة التغيير؟ هنا التغيير لا بد أن يجتمع فيه أمران، لا بد أن تكون هنالك إرادة وهنالك قوة، والإرادة والقوة لا توجد عند العملية السياسية عند الأدوات، الإرادة والقوة موجودة عند الطرف الثاني وهو عند الشعب. الشعب يمتلك الإرادة ويمتلك القوة لأي تغيير بغض النظر عن الطريقة التي يستطيع أن يغير بها. مظاهر التغيير كثيرة جدا، يعني ليس فقط، لا نقول يعني حتى لا يفهم كلامنا أننا نحرض على العنف، لا، كل الوسائل متاحة للشعوب. الشعب هو صاحب الحق، وصاحب الحق له صلاحيات مفتوحة أمامه بكل الطرق، أنه القانون الدولي يحمي الشعوب ويعطيها الصلاحية لأن تطالب بحقوقها وأن تدافع عن هذه الحقوق، وأن هي التي توجد هذه الحقوق بكل طريقة تستطيع أن توجدها، وإلا ستستمر هذه المأساة. نعم. التي نرى من آثارها أنه ضاعت الزراعة. نعم. ضاعت الصناعة، ضاع البلد بكل قيمه، وحتى وصلت كما ذكر الأساتذة قبل قليل إلى العشوائية المجتمعية. نعم. على ذكر دكتور المخرج أو سبل الخلاص من هذه العشوائية، هل تعتقد أن انتهاء العشوائية السياسية في العراق كفيل بإنهاء هذه العشوائية أو الفوضى العارمة في العراق، أم أنه يعني الوقت قد فات، الأوان قد فات، حتى وإن انطلق الآن قطار التغيير الشعبي، ثمت فرصة أم أنه القضية انتهت؟ فرصة لمن؟ فرصة لإنقاذ البلد، فرصة لمن يريد إنقاذ البلد انتشالة من هذه العشوائية. نعم، بالتأكيد هناك فرصة قائمة حتى في وسط كل المصاعب اللي نشاهدها واللي نشخصها واللي كل الناس يعرفوها. يعني فقط أنه تنتهي العشوائية السياسية وبقية العشوائيات المتفرعة منها ستنتهي؟ هذه بالتأكيد، لأنك ستجد حلول. أنت يعني عندما نتحدث عن العشوائية ربما البعض يذهب إلى الحديث مثلا عن عشوائيات السكن. نعم. كمثال إجابة على سؤالك، عندما تحدث وزارة التخطيط العام يمكن بالشهر 11 شهر نوفمبر عام 2018، كانت تحدث وزارة التخطيط، وأنا أشكك بكل أرقامها، كانت تحدث عن 13% من العراقيين يعيشون في العشوائيات، وتحدثت الرقم 3,300,000 مواطن عراقي يعيشون في العشوائيات، بمعنى أنه هؤلاء 3,300,000 يعيشون ليس تحت سلطة أي قانون ولا سلطة أي معرفة بأشكالهم بمهنهم بطبيعة حياتهم، لا تتوفر لهم كل الخدمات، وهي الخدمات مفقودة في كل العراق، لكن هذه بشكل رسمي ما موفر لهم الخدمات، لأنهم في عشوائيات في أماكن سكن عشوائية هم اختاروها بنفسهم. في داخل هذه الأماكن 3,300,000 توجد هناك، ستنشأ عصابات، ستنشأ قوى غير طبيعية،
هذه ستؤثر على كل المجتمع. الآن موجود العصابات، نعم، وزارة الداخلية تتحدث عن 12 عملية من الخطف المسلح يوميا في بغداد. من يدفع الثمن مثل ما تحدث الدكتور عبد الحميد، نعم، أخي الدكتور عبد الحميد قبل قليل، من يدفع الثمن؟ يدفع الشعب. فبالتالي هذا الشعب ليس صنما، ليس مادة جامدة. هذا الشعب عندما يواجه بهذه العشوائيات هو يريد، وهذه العشوائيات الناس اللي ساكنة بها أيضا تريد سكن كريم لها، تريد تحت طائلة القانون، تريد تربي أولادها جيد، تريد خدمات جيدة، تريد مدرسة جيدة وسوق جيد وجامع جيد ومستوصف جيد، تريد هذا وطريق مبلط جيد. هذه حقيقة والبلد فيه إمكانيات هائلة لهذه تغطيها. كل القطاعات الشعبية الأخرى، كل الشعب الآخر يرى هذه ويعاني هو أيضا من مشاكل كبيرة جدا جدا، وهذه المشاكل أكبر أيضا بالعشوائية. فبالتالي هذا المجتمع ليس مجتمع من العبيد، ليس مجتمع انتهى سلم أمره، لابد أن يثور لإيجاد فرصة لحياته. هذه القوى التي تحكم تدفع بالعشوائيات إلى كل تفاصيل حياته، لابد أن يوقفها. يعني مهما اعتقدوا أن هذا الشعب قد دجنوه، هم في خطأ، في وهم كبير. هذه التظاهرات الصغيرة هذه جزء من محاولة لإيقاف هذه العشوائيات، لإيقاف عشوائيات الاختيار، عشوائيات الاعتقال، عشوائيات الأحكام. حتى في المحاكم عندما يأتي قاضي يحكم في قضية واحدة، نفس القضية، قضية ذاتها لسين وشين، يعطي حكما لسين غير اللي يعطيه لشين. هذه تولد آثار كبيرة جدا جدا لدى المجتمع، هذه تتولد. وبالتالي المجتمع شعب ينسى هذه الخلافات الطائفية لأنه هو يدافع عن حياته أولا، وبالتالي يزيل هذه ويبحث عن حلول لهذه العشوائية لكي يوقفها. شكرا دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، شكرا أيضا للكاتب الصحفي إياد الدليمي كان معنا من العاصمة القطرية الدوحة في هذه الحلقة التي بحثت في عشوائية النظام السياسي الذي تأسس بعد الغزو الأمريكي في العراق. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع لنستمع منه إلى خلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة. دكتور، استمرار العشوائية السياسية أو العشوائية العامة الآن في العراق ستجرف المزيد من جرف العراق، الدولة والمجتمع. استمرارها أيضا بهذه الطريقة ربما سيقود إلى مزيد من الانحدار. يعني الآن في مرحلة من الانحدار في العراق، قد لا يتوقع أحد أننا قد نسير إلى ما هو أسوأ منها، لكن يبدو هذه العشوائية ستجرف العراق إلى ما أسوأ منها إذا ما استمرت بدون إيقاف. نعم أستاذ ماجد، الحديث اللي دار اليوم في الطاولة تحدثنا به جميعا كان باتجاه واحد، هو أن الشعب يجب أن يعي هذه العشوائية. هذا سرطان، هذا مرض كبير، وهي مقصودة، مقصود هذا المرض ودفع إلى الشعب، والشعب من يعاني منه وهو الذي يدفع الثمن من حياته، من حاضره ومستقبله. فبالتالي مهمة الشعب أن يوقف هذا السرطان، أن يوقف هذا المرض. هذه العشوائيات إذا ما استفحلت أكثر فهي ماضية مثل هذه الآلة التي تسحق، فماضية لكي تسحق يومه وتسحق غده وتسحق مستقبله كله، تسحقه هو وأولاده وعائلته وكل أمنياته. فبالتالي هذه العشوائيات مقصودة لأنها قاعدة للنظام.
إذا ما استمر هذا النظام في بقائه في السلطة سيؤدي إلى تفاقم هذه العشوائية وإلى ضياع كل ما يدخره العراق من قوى، لأنها تعني استمراره في السلطة. لذلك الشعب هو الوحيد القادر أن يوقف هذه العشوائية. هذه ليس حديثا طائفيا، ليس سنيا، ليس شيعيا، ليس كرديا، ليس عربيا، هذا حديث وطني، حديث عراقي. من يريد أن يوقف هذا السرطان ويريد حياته عليه أن يزيل هذا. شكرا جزيلا، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.